احيانا ظهور سياره بفيلم ناجح كافي انه يقلب موازين هاي السياره وتاريخها. في سيارات ارتبط اسمها بشكل مباشر لافلام وممثلين، فمثلا ما بنقدر نحكي عن استون مارتن بدون ما نحكي عن جيمس بوند واللي تعتبر طبعا سيارته المفضله. عشان نعرف اكثر كمان عن سياراته جبت لكم 10 سيارات استخدمت في هذا الفيلم واللي بتمثل جزء من سيارات كتير ممكن نحكي عنها في جزء ثاني. حضر فنجان قهوتك واستمتع، وما بدي اذكرك بكبسه الاشتراك اللي موجوده قدامك بس انت متكسل تكبسها. أستون مارتن دي بي 5، فخر الصناعة البريطانية ونجمة شاشات السينما، ظهرت لأول مرة بسلسلة جيمس بوند جولد فينجر، وكانت النسخة معدلة من الأساسية من قبل جون ستيرز خبير المؤثرات الخاصة. انصنع منها 1059 نسخة بين 63 وال 65، وبال 2020 انصنع كمان 25 نسخة مبنية على الأساس الأصلي مع تعديلات جيمس بوند. ارتبط اسم هاي السيارة بشكل أساسي بشخصية جيمس بوند رغم استخدامها في العديد من الأفلام الثانية، وصار السيارة هاي تمثل جيمس بوند وجيمس بوند يمثل هاي السيارة بشكل دائم. الفرق كان بين الدي بي 4 والدي بي 5 هو المحرك المصنع بالكامل من الألمنيوم. كان محركها 6 سلندر 4000 سي سي بدل 3700 في الدي بي 4، وقوته 282 حصان، وسرعته القصوى بتوصل ل 233 كيلومتر في الساعة، وبتتسارع السيارة للمية خلال 8 ثواني. طبعا النسخة اللي كانت بالفيلم فيها مواصفات فضائية من أسلحة وشاشات وغيرها، وهي نسخة خاصة بالفيلم فقط، لكن الشركة فعلا صنعت بعض النسخ على نمط هاي المواصفات واللي انباعت بأسعار فلكية. قد ايه يعني؟ يعني السيارة عم تنباع خيلوا بين 800 لل 6 مليون فاصل 4 في أحد السنوات. لوتس سبريت اس 1، ظهرت هاي السيارة لأول مرة بمعرض باريس السيارات في عام 1975، وبعد سنة بلش إنتاجها وانصنع منها فقط 718 نسخة، وتعتبر سيارة نادر إنك تشوفها. ظهرت في فيلم جيمس بوند سباي هو لافد مي، والسيارة فعليا كانت بدور غواصة. هناك تمتلك محرك 4 سلندر سعته 2000 سي سي، قوته 160 حصان، وبتسارع على 100 خلال 6.8 ثانية، وسرعتها القصوى كانت 214 كيلومتر في الساعة، وكانت مزودة بناقل حركة يدوي 5 سرعات. طبعا هاي الأرقام كانت سيارات يعني كانت أرقام بتخوف في أيامها. سعر السيارة حاليا بتراوح ما بين 35 إلى 80 ألف دولار. جاغوار XKR، ظهرت هاي السيارة في الفيلم العشرين من سلسلة جيمس بوند داي أنذر داي، واستخدموا باللوكيشن تصوير 8 نسخ منها، كلها كانت معدلة لإضافة الأسلحة وميزات. طبعا التعديلات صارت من شركة اسمها بينوود ستوديوز. السيارة الأصلية بتمتلك محرك 8 سلندر سعته 4000 سي سي وقوته 370 حصان، وبتتسارع على 100 خلال 5.4 ثانية، وسرعة القصوى بتوصل ل 250 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لسعرها الأساسية سعرها رخيص 15000 دولار ل 90000 دولار إذا كانت نسخة يعني اللي بتيجي كوبي وبيجي أساسا منها نسخ. بجميع الأحوال هاي السيارة لا تعتبر كتير نادرة، وفعليا ممكن تلاقيها بأسعار رخيصة جدا إذا كانت حالتها شوية تعبانة. أستون مارتن دي بي 10، هي الأستون مارتن الدي بي 10 أو الدي بي 10 واللي كانت تصممت خصيصا علشان يستخدموها بفيلم جيمس بوند. كانت ظهرت للمرة الأولى أثناء مؤتمر سبيكتر الصحفي اللي كانوا بيعلنوا فيه عن الفيلم بعام 2014، وتم التعريف عنها بهاليوم على انها احد ابطال واحد الممثلين بهذا الفيلم. وهي سيارة محدودة جدا فعليا، صنع منها 10 نسخ فقط للعالم، وعلى مر التاريخ 8 منهم استخدموهم بتصوير الفيلم، يمكن نصهم انحرقوا، والنسختين الباقيات استخدموهم فقط للترويج ويمكن للعرض. يعني اذا بتلاقيها وبتشوفها بعينها خلال حياتك مرة واحدة بتكون انسان جدا جدا محظوظ. تمتلك السيارة يا اخوان محرك V8 8 سلندر بسعة 4.7 لتر وقوة 436 حصان، وبتتسارع كمان، بتنطلق من نقطة الصفر يا إخوان وبتضرب حاجز 100 كيلومتر بالساعه ب 4.3 ثانية. سرعتها القصوى كانت 310 كيلومتر بالساعة. يعني سريعة اميزنج. انت ماسك القناة عندي، شو بتعمل عندي بالقناة يا زلمة؟ ساعة وانت تحكي عن هاي؟ يا اخي مو شو مالك، مش اني كانت على اساس بدنا نطلع مع بعض ونحكي مع بعض ونعمل كوبريشن وكذا زي اليوتيوبرز والحركات صح. الجميلة هاي يا زلمة مالك. حكينا بدنا نطلع مظبوط، حكينا بدنا نطلع يوم الجمعة لايف، مش تطلع عندي بالفيديو. اها طيب قل لي يا زلمة انا فهمت الموضوع غلط شكلي. خلص للجمعة يعني؟ طيب يعني يلا بسيطة. شباب خلص نستأذن، خلص لقاءنا الجمعة الساعة 10 المساء بنطلع لايف مش مشكلة.
خلينا نكمل. وصحيح صحيح انباعت واحدة يا اخوان من السيارات المستخدمة للتصوير من 2016 اذا ثواني $3.3 مليون وبكل صراحة ما بهم السعر يعني اذا نفسك فيها اذا حاب تشتريها لانه قد ما يكون معك مصاري هي صعب توجدها يا اخوان زي ما قلنا وخصوصا انك تلاقيها للبيع عملية صعبة جدا. فاميزنج اميزنج خلاص يلا السلام خلص عليكم سلام سلام اوكي سلام. BMW Z8 تم تصنيع هاي السيارة بين عام 2000 و2003 لكن النموذج التجريبي بدأ تصنيعه من 96. ظهرت سيارة بفيلم جيمس بوند The World Is Not Enough، يوجد منها بس 5703 بالعالم وتعتبر سيارة نادرة وثمينة جدا، وعشان الشركة تشجع الناس انهم يشتروا هاي السيارة اللي فعليا كانت حتى غالية بوقتها اجت حكت لهم اللي بيشتريها احنا حنحتفظ له بقطع السيارة وصيانتها لمدة 50 سنة. تمتلك السيارة هيكل كامل من الألمنيوم، محرك V8 سعته 4900 سي، قوة 400 حصان. السيارة بتتسارع المية خلال 4.7 ثانية وسرعتها القصوى بتوصل ل 290 كيلومتر في الساعة، طبعا مزودة بناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك، وسعرها بيوصل ل 125 ألف دولار لل 200 ألف دولار حسب مواقع البيع. أستون مارتن V8 Vantage Volante. في البداية هذه السيارة مستحيل تعرف انها أستون مارتن من شكلها لانه ابعد ما يكون عن تصاميم اللي بنعرفها. ظهرت هذه السيارة لاول مرة في 1977 وتقدمت على انها اول سيارة خارقة بريطانية، والبعض اطلق عليها لقب سيارة العضلات البريطانية، واستمر تصنيعها لل 89 وفعليا بنت الشركة خلال هذه الفترة فقط 534 نسخة، 342 منهم صالون و192 وحدة كوب. ظهرت بفيلم جيمس بوند نو تايم تو داي و ذا ليفينج داي لايت. تمتلك السيارة محرك V8 سعته 6300 سي وقوة 403 حصان، سرعتها القصوى بتوصل ل 270 كيلومتر في الساعة وتتسارع للمية خلال 5.3 ثانية. طبعا هاي الأرقام أيامها فعلا كانت خرافية. سعر السيارة بتراوح ما بين 4 ل 7 مليون دولار. تويوتا 2000 جي تي، سيارة نادرة جدا من تويوتا وقليل فعليا بيعرفوا بوجودها. انصنعت هاي السيارة ما بين 67 و70 وفي منها بس 351 نسخة، وكان أشهر ظهور إلها في سلسلة جيمس بوند You Only Live Twice. المخرج كان حابب يستخدم سيارة شيفرولي كومارو لكن صديقه أقنعه بضرورة استخدام سيارة يابانية باعتبار الفيلم رح يتصور باليابان، وهذا الإشي جاب شهرة كبيرة لهاي السيارة أيامها. تمتلك سيارة محرك 6 سلندر سعته 2000 سي قوته 150 حصان، والسيارة بتتسارع للمية خلال 10 ثواني وسرعتها القصوى فقط بتوصل ل 217 كيلومتر في الساعة. فعليا السيارة مش كثير قوية، لا تعتبر سيارة رياضية ولكن سيارة جميلة جدا ونادرة. سعرها ما بين 700 ألف ل 900 ألف دولار. فورد موستانج ماك 1 أشهر من نار على علم موستانج، أكثر سيارة رياضية مبيعا في العالم واللي ما توقف إنتاجها من 64 لليوم. هاي السيارة هي الجيل الثاني من 6 أجيال فورد موستانج، انصنعت سنة 1971 وفي منها أكثر من إصدار بمواصفات مختلفة. هاي النسخة اللي استخدمت بالفيلم كانت الإصدار الثالث وظهرت بسلسلة جيمس بوند دايموندز آر فوريفر. تمتلك محرك V8 سعته 7000 سي وقوته 380 حصان. السيارة بتتسارع للمية خلال 6.5 ثانية وسرعتها القصوى بتوصل ل 232 كيلومتر في الساعة. متخيلين هاي الأرقام على سيارة أشبه بمكعب وبحجم قارب؟ كانت هاي أرقام خيالية أيامها. السيارة أبدا لليوم مش رخيصة، سعرها بتراوح ما بين 25 ألف دولار كبدايات، بوصل لل 125 ألف دولار حسب مواصفات والنسخ. BMW 750 IL. بالنسبة إلي هاي السيارة تعتبر أجمل سيارة انصنعت من الجيل السابع لبي ام دبليو حتى اليوم. انصنعت هاي السيارة ما بين 97 و2000 وظهرت بسلسلة جيمس بوند بفيلم تومورو نيفر دايز. كانت بوقتها من أكثر السيارات رواجا لأنه كانت سابقة لعصرها من جمال وقوة وفخامة. سعرها كان فعليا كمان مقبول بالنسبة لكل هاي المواصفات وزادت شهرتها بعد ظهورها بالفيلم. تمتلك السيارة محرك V12 سعة 5400 سي وقوته 322 حصان. السيارة بتتسارع على 100 خلال 6.5 ثانية وسرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة. مواصفات جميلة جدا بالنسبة لسيارة أشبه بيخت. سعرها حاليا ما بين 20 ألف و50 ألف دولار في أفضل حالاتها، لكن بإمكانك تلاقيها بسعر رخيص جدا إذا كانت مثلا من مواصفات 730. رينو 11
هل المفروض سيارة عائلية وسيارة بطيئة وسيارة عادية؟ بس ما بعرف حطوها بالفيلم فعليا شبه نكتة. استمر إنتاج هاي السيارة من 1988 حتى عام 2000 واستخدمت واحدة من نسخها في فيلم A View to a Kill. النسخة الأولى نزلت منها كان اسمها رينو 9 وبال83 نزلت نسخة تانية وتعدلت لل11 بس ما حققت مبيعات وتوقف الإنتاج. السيارة بجميع الأحوال تمتلك محرك 4 سلندر سعته 1700 سي سي وقوته 105 حصان. سرعتها القصة بتوصل 170 كيلومتر والسيارة بتتسارع لل100 خلال 12 ثانية. فعليا هاي السيارة ما لها علاقة ولا إشي بجيمس بوند. بصراحة أساسا ما بعرف ليش حطيتها في هذا الفيديو بس حكيت أوكي خلي السيارات الثانية المحزة لفيديو تاني بجزء تاني. اكتب لنا رأيك بالتعليقات إذا أنت حاب نعمل جزء تاني. وهاي كانت 10 سيارات استخدمها جيمس بوند. كان معكم محمد عقل، تحياتي.